لا يبدو أن التفهم الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في عمان بخصوص الحرم القدسي سيغير في واقع الحرم اليومي بشكل كبير، فبمعايير الربح والخسارة خرجت إسرائيل رابحة بعد أن رفض كيري التعامل مع مطالب الفلسطينيين بإعادة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما قبل عام 2000 وتجميد الاستيطان ووقف زيارات اليهود للحرم. أما تثبيت كاميرات مراقبة في الحرم ففيه مصلحة إسرائيلية واضحة. لإسرائيل مصلحة في تثبيت كاميرات في كل أنحاء الحرم القدسي، أولاً لضحض الادعاء بأن إسرائيل تغير الوضع القائم، وثانياً لإظهار مصدر الاستفزازات ولإحباطها مسبقاً. وعلى الرغم من احتجاج مجموعات إسرائيلية يمينية على السماح للمسلمين فقط بأداء الصلاة في الحرم، فإن الواقع قبل التفاهمات لا يختلف تماما عن ذلك، فالشرطة تقصي أي إسرائيلي يقوم بمراسم دينية خلال دخوله باحات الحرم. أنه يسمح للمسلمين بالصلاة ولغيرهم ولغير المسلمين بالزيارة، هو يريد أن يكرس أمر واضح. نحن التحصيل حاصل، نحن لا ننتظر من كيري حتى يعطينا الصلاة، نحن نصلي منذ البداية وحتى الأزل نصلي مسجد الأقصى، وحينما يكرس موضوع الموافقة بالزيارة لغير المسلمين هو أيضا يكرس المفهوم الإسرائيلي بدخول المستوطنين إلى داخل ساحات المسجد الأقصى. التفهم الحالي يحاكي إلى حد كبير ما اتفق عليه بعد التوتر الأمني العام الماضي، ونجاحه على الأرض سيناط بمدى التعاون الإسرائيلي في تطبيقه والامتناع عن فرض قيود على المصلين في الحرم أو اقتحامه من جانب القوات الإسرائيلية، وكذلك تفعيل الوصاية الأردنية وتنشيط دور الأوقاف التي ستنسق بشكل أكبر مع السلطات الإسرائيلية وفق ما بات يعرف بتفهم كيري. نجاح خطوات كيري على الأرض سيقاس مع الوقت، مع الإشارة إلى أن المفهوم المختلف لمسألة الوضع القائم قد يثير موجة جديدة من المواجهة بين الطرفين في أي وقت. شيرين يونس، سكاي نيوز، القدس.